توتال هارمونيك ديستورشن للكرنت بده يكون الان مجموع اي 2 تربيع ار ام اس طبعا تربيع زائد اي 3 ار ام اس تربيع الى ما لا نهايه على اي 1 ار ام اس. لحظه عشان هيك انا حطيت جذر هون، المفروض اني ما احط بصيرش اقول باور، هي جذر باور لانه هاي بتصير اي ار ام اس وهي ار ام اس. طيب هدول المهم بدي احسبهم هاي موجودين عندي، اثنين اصلا مش موجوده واربعه مش موجوده وسته مش موجوده وثمانيه مش موجوده، بدي اخذ ثلاثه وخمسه وسبعه وتسعه وهدول راح اجمعهم ارفعهم واجمعهم واقسمهم على اي 1. طبعا شغلي مش دقيق لاني اهملت 11 و13 والثاني، فبصير عندي هلا توتال هارمونيك ديستورشن للكرنت بيساوي مجموع مربع هذول الكرنتس اللي هم 1.18 تربيع هذا الثالث وال 5.445 تربيع زائد 0.226 تربيع زائد 0.141 تربيع، والمفروض اني انا اكمل طبعا على 7.07. شوف هذا ايش بيطلع. التوتال هارمونيك ديستورشن للفولتج قديش طلع معنا قبل شوي؟ 0.4 مضبوط؟ إذا التشوه بهذا أكثر من التشوه اللي موجود هذا، لاحظوا أقرب شوي بدا يقترب شوي من شكل ساينوسوري، فنسبة الهارمونيكس الباور اللي موجودة في الهارمونيكس أقل من الشكل الأصلي.